بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم. اخواتي نلتقيو في هذا الفيديو التحفيزي، وان شاء الله راح يكون فيديو رائع، راح نصلحوا من خلاله بعض المفاهيم المغلوطه حول كسب المال وحول تحسين ظروف المعيشيه. كيف نقولوها بالدارجه، اليوم راح يكون كامل بالدارجه لانه موجه فيديو نسائي بيني وبين اخواتي. راح يكون نهضروا بلغتنا من واقعنا المعاش، بعيدا بعيدا اخواتي على اوهام، لكي لا اقول اكاذيب اقول اوهام اليوتيوب، بعيدا على بعض اوهام التنميه البشريه. راح نشوفوا صح كيفاه نقدر نحسن من مستوايا المعيشي. اذا نقولوا بسم الله ونبدا. اذا اخواتي، الكثير من مثلا ينصحكم كيف تحسبوا، كيف تحسنوا من ظروفكم الماليه، كيف ترتقيوا ماليا، كيف نولي عندي مداخل اخرى. نلقاو هنا طرفين نقدر نقسم، وانا دائما اتحدث على الفيديوهات العربيه لا اتحدث عن الاجنبيه. نقدر نقسموها صنفين، صنف اللي راهو مائل للتدين والصنف العادي الناس لغير ملتزمين. مثلا نبداو هنا الغير ملتزمين، يقولوا لك الاستيقاظ المبكر، ديروا اليوغا، التامل، انتهزوا الفرص، عيشوا كالاغنياء، يزيدوا فكره دائما يقولوها، دائما قول انا غني، انا ثري، انا مثلا مستعد للوفره. في الجانب الاخر تلقاو الجانب المتدين يقول لكم استغفروا، يقول لكم صليوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، يقولوا نصائح للزوجه، لازمك تكوني زوجه صالحه وتقسمي الشهريه، وتقعدي كل شهريه تجيبيها حتى وان كان زوج ملايين، تقعدي تحسبيها وتقسميها. انا الحقيقه ما نسمي صراحه ما نسميهاش تقسيم الشهريه، نسميها عباده الشهريه. راح نوصلوا اخواتي لهنا، هل هذا الكلام خطأ وهل هذا الكلام خطأ؟ ما همش خاطئين، لكن في اثنين ناقصين. وانا لهنا يمكن البعض يقول لك كيف تقولي على الاستغفار او الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انه كلام ناقص؟ لا، انا اخواتي ضد انه نلويو الدين، ضد انه ندروشو الدين، ضد انه نستعملو الدين في طرق ملتوية. عندي كلام يقوله البشر، وعندي الكلام القوانين الإلهية، الكلام اللي منزل في القرآن. أخواتي لو سألنا روحنا سؤال واحد، وش كل من الأنبياء اللي كان قاعد ويأكل ويشرب؟ من؟ لا يوجد. نبدأ من سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم اللي كان في الزراعة مثلا، سيدنا إبراهيم كان في التجارة، سيدنا إسماعيل كان في الصيد، سيدنا إلياس كان النساج، وهكذا وصولا إلى خاتم الأنبياء. قدوتنا هو قدوتنا الحقيقية، ما قدوتنا حتى إنسان، قدوتي هو النبي عليه الصلاة والسلام. قدوتنا ماذا قال؟ قال اليد العليا خير من اليد السفلى. لما نصح الراجل قال له اذهب واحتطب، خير أن تمد يدك. هذا هو النبي، هذا هو قدوتنا الحقيقية، هو إذن العمل. إذن أنا أغلب من يعطيني يوصل لي هنا أو هنا ويتوقف، نعرف أن يعطاني نصف الحقيقة، نصف الحقيقة. لذلك البعض يقول على مثلا مدربي التنمية البشرية يقولوا لكم يمدوا لك مجرد محفزات، مجرد مسكنات. لما تسمعي درس في التنمية البشرية يقول لك أنت قادرة على كسب المال، أنت قادرة، أيقظي العملاق الذي بداخلك، أيقظي، تحسي بروحك بداخلك واحد القوة، وتقولي غدوة ندير وندير وندير، غدوة ما تديري ولا شيء. لماذا؟ لأنها مجرد محفزات راح تروح مع الوقت، راح تروح مع الوقت، وراح تقعدي تتبعي في هذيك المحفزات. مثلا نشوفوا مثلا واحد آخر في اليوتيوب مثلا من واقعنا، مثلا تقول لكم عيشوا بسلام وغيروا أفكاركم وعيشوا بإيجابية وعيشوا وعيشوا، لكن ما تقول لكمش مثلا أنه أنا قاعدة نبذل في جهدي في اليوتيوب هذا، في اليوتيوب هذا راني نبذل في ساعات وساعات وأنا نخدم به ندخل مال، وليس عيب، ليس عيب أبدا. راني مديرة موقع نغير منه، راني مديرة صفحة إنستغرام ندخل منها نحسن بها مستوايا، لكن لا تقال هذا الكلام، لا يقال، يوقفوا لكم في أفكار إيجابية وأفكار سلبية ومعفوش ومعفوش، وفقط به نقعد أنا دائما
تابع، نبقى دائما نسمع، ومحتاجة أني نسمع لكن نلقى روحي أنا هي أنا، ما تغير فيا ولا شيء، كل الناس قاعدين يتغيروا إلا أنا، أنا هي أنا. أنا أقول لكم هذا الكلام أخواتي هو بركة، هو توفيق، هو مفتاح الأبواب المغلقة. لكن ما نقعدش أنا نستغفر ونستنى في الرزق يأتيني من السماء، لا، شوفوا كم من كلمة اعملوا، كم ذكرت كلمة اعملوا في القرآن الكريم، كم ذكرت كلمة السعي في القرآن الكريم. هنا أنا جبت على سبيل المثال فقط من آية من آيات سورة الجمعة، سورة الجمعة واش تقولنا لهنا؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظوا أخواتي الجمال القرآني، واش قلنا؟ احنا عندنا الجمعة يوم راحة، لكن في القرآن الكريم احنا نصلي وننتشر. لماذا؟ للسعي، نبتغي من فضل الله، نروح نخدم على روحنا حتى في يوم الجمعة، وروحوا خدموا على روحكم. وهذا العمل لاحظوا أخواتي، وابتغوا من فضل الله هذا اللي وانا نعمل، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني هنا زيدوا اذكروا ربي، زيدوا استغفروا، زيدوا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كي تجدوا الفلاح. هذا هو الأساس. شوفوا أخواتي، تعلموا أنكم تقرأوا كل شيء، أي حاجة توجدوها قدامكم قرأوها، أي فيديو تحفيزي اسمعوه، استمعوا لأي شخص، لكن تخليوا حتى واحد يستغفلكم. لازم دائما تكون عندكم هذه القدرة على النقد، أني قادرة نمحص باللي هذا قال لي الحقيقة، وهذا قال لي نص الحقيقة، وهذا قال لي ربع الحقيقة، وهكذا. الآن نجيو لصلب الموضوع تاعنا أخواتي، واقعيا أنا حابة ننمي روحي ماديا. أنا عندي شهرية 2,200,000، 2,500,000 لغاية 3,000,000، عندي 4 أولاد، هل صح نقدر نعيش؟ إيه نقدر نعيش، تاع ما نموتش، لكن هل نقدر نوفر روحي كل شيء؟ هل نقدر نوفر لولادي كل شيء، مع الكراء، مع الدروس الخصوصية، مع الدواء، مع أي ظرف؟ لا، صراحة لا. وانا نقول لكم اخواتي لماذا انا ضد فيديوهات تاع عيشي بزوج ملايين وعيشي بزوج ملايين و500، ضدها تماما اخواتي. لماذا؟ لانه هذوك بعد اللي يقدموا هذوك الفيديوهات يبينوا بلي راهم عايشين لا بالفي، وعايشينها وعلى الاخر يقولوا عايشين بزوج ملايين، يعني رانا يا دوله رانا نهبلوا بزوج ملايين، رانا على الكيف، ما شاء الله علينا، يعني زوج ملايين راهي تعيشنا هذه الحياه. لا، من غلطوش بعضنا اخواتي، من غلطوش بعضنا. انا اذا كنت عايشه باضعاف هذيك المبالغ ما نقولش الناس عيشوا بها، واذا كنت حابه ننصح الناس اللي عايشين بها، اذا اقدم النصيحه بكل جوانبها مش بنص جانبها. اذا قلت نروحوا لماذا؟ نروحوا للاساس. اولا اخواتي، يمكن الفيديو هذا يكون في فيديوهين، تبعوا معايا، المهم نستفادوا. اولا الخروج من دائرة الراحة. وش معناها دائرة الراحة اخواتي؟ كما قلت لكم انا الان عايشة 25%، عايشة حياة هادئة وخلاص، هذه نسميها دائرة الراحة. لا، ما فيهاش مغامرة، ما فيهاش الخطر، ما نقدرش نروح لدائرة اسمها دائرة الخطر، يعني ما نقدرش ننقص منهم ولا بشوية، والله نبيع مثلا حاجة تاع ذهب، والله ونبدا مشروع صغير اللي قادره انا في بالي راهو فيه الربح وفيه الخساره، حتى وان كان فيه الربح والخساره، هنا امكانيه الربح اكبر، امكانيه انه يخرجني من هذه الدائره اللي هي تعتبر دائره راحه، لكن مش وفرت لي كل شيء، امكانيه كبيره. اذا الخروج من دائره الراحه. ثاني شيء حب المال. احنا ما نقعدوش اخواتي نقولوا المال وسخ الدنيا وكل ما على التراب تراب، ولا، المال مليح، المال هو سبب، هو احد اسباب السعاده، المال هو اللي نشري به، هو اللي نشري به منزل، هو اللي نشري به سياره، هو اللي نوكل به ولادي الاكل الصحي، هو اللي يعيشني عيشه مليحه. اذا اخواتي لو قلت المال وسخ الدنيا، يعني الاولاد ثاني اكرمكم الله وسخ الدنيا. لماذا؟ في القران الكريم ماذا يوجد؟
المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ربي قالها لنا المال هو زينة الحياة الدنيا، هو والولاد هما زينة الحياة الدنيا. كيفنا نجي ونقول هو وسخ الدنيا؟ وربي قالنا زينة الحياة الدنيا. إذا نحب المال، ماذا بيا نكسب مال، ماذا بيا نربح، ماذا بيا عايشة دوكا بزوج ملايين نولي عايشة بثلاث ملايين، وماذا بيا عايشة بثلاثة نولي عايشة بربعة، وهكذا. الآن يأتي الأساس اللي هو السعي والعمل. كيفاه نبدأ؟ أنا فيديو تاعي الأخوات هم وجه الأخوات الماكثات في البيوت. أولا نبدأ أنا أخواتي وش نعرف، أنا وش نعرف، وش نعرف وش نحب، وفي واه قادرة أبدع. مثلا أنا نسكن في منطقة معينة، نعرف نخيط، لكن هذه المنطقة الخياطة مش ماشية فيها مليح، لكن نحب صناعة الحلويات، إذا نروح لصناعة الحلويات. مثلا أنا عندي نصنع الحلي ولازمني مبلغ معين مثلا، لا بأس أخواتي أني نبدأ نغامر بحويجة من حويجي تاع الذهب. لذلك في الكتب المشهورة تاع المال وش يقول لك من القواعد الأساسية لكسب المال، ونتمنى أخواتي تدخلوا وتسمعوا الكتب المسموعة، كتبوا عنوان أي كتاب مسموع يجيكم. يقول لك الفرق بين عقلية الغني وعقلية الفقير، أنه الغني المال يخدم عليه، مثلا هو عنده مبلغ معين يدخر، هما يقولوا ادخروا 10%، لكن أنا أعتقد ليس شرط، ادخر مبلغ معين، حدي مصاريفك ضرورية وحدها والكمالية وحدها. لماذا احنا نخلط بين المصاريف الضرورية والكماليات؟ لذلك ما نقدروش نوفره، لكن لو درنا الضروريات في ليستا والكماليات في ليستا راح نقدر نوفر. من هذاك الشيء اللي وفرته، والله مثلا قلت لكم انا كاميرا نقدر نبيع حويجات على الذهب ونقدر يخدم عليا هذاك المال، هذا هو المال يخدم عليهم. ويقول لك بينما الفقير هو يخدم على المال، يعني يخدم يجيب هذيك الشهرية. هذه عقلية الفقير، مش الفقير عقلية، يعني الإنسان اللي عقليته عقلية فقر هكا يخمم، نجيب هذيك الشهرية تاع الزوج وما نقدرش نخرج من دائرة الزوج، نقعد نعبد فيها، لازمها تكفيني. هاي ما وصلت ليش 28 يوم، هاي ما وصلت ليش 20 يوم، وهكذا. هذه هي الفرق بين اني نخدم على المال والمال يخدم عليا. اذا واش قلنا؟ قلنا نحدد المكان اللي راني عايشة فيه وش هو المشاريع اللي تصلح فيه، نحدد انا وش نحب، في واه نقدر ابدع. لازمني نأمن بحاجة اساسية اخواتي، انه الفرص، يكذب عليك اللي يقولك الفرصة تأتي مرة واحدة، لا، الدنيا مليئة بالفرص. وين تدوروا وجوهكم؟ راحت لي الفرصة هذه، هذا الشهر قادرة تفتح لي فرصة أخرى. درت مشروع مثلا في يوم من الأيام، شريت ماشينة تاع خياطة وما مشيت ليش، وا لا، قادرة نروح نفتح عينيا، برك نفتح برك، أنا نفتح عينيا، نشرع عينيا، نشوف كل المحيط اللي بيا، ما قدرش، ما نقعدش نبكي على حاجة خسرتها في يوم من الأيام، لا، خسرت في مشروع مثلا صغير نبدأ مشروع آخر، وهكذا. نجيو أخواتي النقطة الأخيرة هي العمل ثم العمل ثم العمل. وش معناها العمل ثم العمل ثم العمل؟ يعني الاجتهاد. في بدايتك لازمك تتعبي، لازمك تجتهدي، لازمك تديري إشهار لعمرك. الحمد لله الآن أخواتي مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أي وحدة مديرة حرفة، وشوفوا في القنوات تعتلات من صفحة تاع فيسبوك تنشر، قادرة ربما هذيك هي بدايتها، نشرتها تلقى التوفيق من ربي سبحانه وتبداي تخدمي. المهم الاجتهاد، ثم مشي انا نرقد للعشرة تاع الصباح ونحوس ابواب الخير تفتح لي، لا، لرقدتي العشرة تاع الصباح ابواب الخير كل اي فاتتك، نبكر مع الصباح البركة تاع هذه الامة في بكورها، نبكر مع الصباح، نوض مع الصباح، نخدم خدمتي، ومن بعد ندير حرفتي اللي قررت اني نديرها، ومن بعد نقعد ننشر خدمتي، نشوف الجديد اللي راهو، الجديد راهو اللي موجود في الاسواق، اللي راهو موجود مثلا يتباع ويتشرى،
وهكذا. لازمني ندير أيضا علاقات، العلاقات ضرورية جدا لبناء العمل، ما نضيعش وقتي. وإحنا قلنا أخواتي في بداية الفيديو أنه الاستغفار والدعاء والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كلها مفاتيح وكلها بركة وكلها توفيق، راح تدير لي التوفيق في حياتي. إذا لنستعين. أعتقد أني اليوم درت لكم صورة إجمالية فقط، لكن قادرين نفصلوا في هذا الموضوع أكثر من خلال كتب. فقط ننتظر تفاعلكم وتعليقاتكم الجميلة والرائعة. نقول لكم في أمان الله، نلتقي.